أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allahu Akbar.
الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.
فَإِنَّمَا
ما ضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى فما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فكسفوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا فكم أهلكنا من القرون من بعد نوح فكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فعجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم وصفاها مذموما مدحورا فمن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا
أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واصبر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإنا تعرضن عنهم ابتغاء رحمة
رحمة من ربك ترجونا فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة لما عنقك ولا تبسطها كل البسط فلا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان لعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا نسفك في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير ونحسن تأويلا الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
السلام عليكم ورحمة الله
Sniff, brothers and sisters, raise your class. And remember to let BC21LDL. BC21LDL. It's broken the aircraft. Please, could you please remove the class by that piece of vaccine? And also, please, that's not the weapon. Sniff, brothers and sisters, there is our brother Rabu, who has mobile protection hardware and online on system. And Nechells, Christopher, has a button. And the brother is asking for his different commute for us. And I also can answer our grants there. So thank you, grants to all of us, and just bring it on the offer. And especially in the first of all, please remember this is Spanish. Our lovely name is there. The new reactions. The new reactions is the name of this is what is made for us. So it's a form of some of the work here. And this is our sister that we use for our product. So that we love it here. I'm going to go to the hospital.
Thank you.
عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان لزغب لهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا ربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا سيجعل الذين زعمتم من دونه فلا يملكون تستكبرون عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا إذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعل الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فلا يزيدهم إلا طغيانا كبيرا Thank you.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فاسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتركن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا فاستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم فلا يعدهم الشيطان إلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان فكفى بربك وكيلا الله أكبر الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه ضل من تدعون إلا إياه فلما نجيتم إلى البر أعرضتم فكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر ثم لا تجدوا لكم وكيلا أفأمنتم أن يرسل عليكم حاصفا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم قاصفا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أفأمنتم أن يرسل عليكم حاصبا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا الله الله أكبر الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا فمن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا فإن كادوا ليسألون
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقعدا محمودا رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فلا يزيد الظالمين إلا خسارا فإذا نعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه فإذا مس الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته ربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيكم من العلم إلا قليلا
اللهم اهدنا فيمن هديت
وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا اصرف عنا برحمتك سوء أثر وما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم احسن لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما رحمتنا واجعله الوارث منا واجعل فقرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه اجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه اجمعين وهب المسلمين منا للمحسنين اللهم يا سابع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسل العظام لحما بعد الموت لا تدع لنا في مقامنا هذا في ليلتنا هذه جنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا دينا الا قضيته ولا مبتلا الا ولا مريضا إلا شفيته ولا مميتا إلا رحمته ولا سوءا إلا أزلته ولا ضائبا إلا ولدته ولا أعزبا إلا زوجته ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها سلام إلا أنت العلي والصدق لنا يا رب العالمين اللهم ارزقنا قبل الموت توبة اللهم ارزقنا قبل الموت توبة اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما اللهم يا واسع الكرم والجود اللهم يا ربنا يا معبود يا من هو مطلع عليهم ونار يا من هو فوق عباده قرار اللهم انا بلسنا مقالنا بجانبك فلا تردنا عن جنابك اللهم لا تردنا عن جنابك اللهم وقفنا بين أيدي كتائبين اللهم وقفنا بين أيدي كتائبين نادمين مستبقين اللهم تب علينا يا كريم اللهم انقذنا من شهوات أنفسنا اللهم انقذنا من ذنوبنا اللهم خلصنا من ذنوبنا اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا لنتوب واغفر لنا الخطايا والذنوب يا ربنا يا معبود اللهم ان طردتنا فانه لا حول لنا ولا
قوة إلا بك اللهم اتوكل فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك لا ملجأ لنا ولا منجا منك إلا إليك حاشاك فردنا يا ربنا حاشاك فردنا يا ربنا اللهم ادخلنا في ساحة مغفرتك اللهم ادخلنا في كنف توحيدك اللهم ادخلنا في كنف توحيدك اللهم ادخلنا تحت رحمتك يا رب العالمين اللهم انا نسألك في هذه الليلة المباركة في هذه الليلة الطيبة في هذه الليلة المرجوة اللهم وقفنا بين يديك رجالا ونساء شيبا وشبانا كبارا وصغارا قد اجمعنا على سؤلك سؤالا واحدا ورجاء واحدا اللهم انا نسالك ان تعتق رقابنا من النار اللهم اعتق 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 رقابنا ورقاب آبائنا من النار عساك ربنا أن تحرق قلبا بحبك أو تحرق عينا بكت من حسنتك أو تحرق وجها سهبا لعظمتك وكبريائك اللهم ارفع رقابنا من النار اللهم باعد بيننا وبين النار اللهم باعد بيننا وبين نارك كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اجعل الفردوس الاعلى مستقرنا ومستقر ابائنا وامهاتنا اللهم اكتبنا في ديوان المؤمنين في ديوان الاتقياء في ديوان السعداء اللهم اكتبنا في هذه الليله من العتقاء اللهم اكتبنا في هذه الليله من العتقاء اللهم حقق رجاءنا بحق لا اله إلا الله اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية وعد لهم بالنهاية اللهم انصر إخواننا المستضعفين في المسجد الأقصى يا كريم اللهم انصر إخواننا المستضعفين في المسجد الأقصى يا كريم اللهم اغفر لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا اللهم تقبل شهداءهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم اطعم جياعهم واكس عوراتهم اللهم ربهم يا رب العالمين اللهم انصرهم على عدونا وعدوك يا رب العالمين اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم احفظ المسجد الاقصى من اليهود الغاصبين اللهم حرم المسجد الاقصى من اليهود الغاصبين اللهم اصلح امتنا ولاة امورنا اللهم اجعل بلدان المسلمين سقاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اصلح ابناءنا وبناتنا اللهم اصلح ابناءنا وبناتنا يا رب العالمين اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن واجعلهم من الراشدين يا كريم اللهم هذا الدعاء منك المجاب وهذا الجند عليك الشكيان وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله.